استهداف طيران التحالف العربي لمخازن الأسلحة في جبل نقم خلف 69 قتيلا على الأقل، أغلبهم مدنيون بحسب مسؤول في وزارة الصحة التابعة للحوثيين، وذلك قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ. سقوط قذائف جديدة على الجانب السعودي من الحدود مع اليمن في منطقة الخوبة في جيزان، فيما ردت المدفعية السعودية بالقصف. سقوط قتلى وجرحى في قصف لطائرات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على حلب. استمرار المعارك بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري المدعومة بعناصر من حزب الله في مرتفعات القلمون أسفرت عن مقتل وأسر العشرات من قوات حزب الله اللبناني بحسب المعارضة السورية. الإعلان عن مقتل قائد كبير من قوات البشمركة وثلاثة من مرافقيه في استهداف لمركبته جنوب مدينة كركوك في معارك مع تنظيم الدولة. مقتل 41 شخصا على الأقل ومئات الجرحى والمفقودين في زلزال جديد ضرب النيبال بقوة 7 درجات و13 درجة. لوحة نساء الجزائر للفنان الأسباني بيكاسو سجلت كأغلى عمل فني يباع في مزاد بعد أن بيعت ب 179 مليون دولار. وتظهر لوحة بيكاسو 4 نساء رسمن بمزيج من الأساليب التجريدية والواقعية.